أهلا بكم مشاهدنا الكرام مرة أخرى في محطات سياسية. 3 أيام فقط من عمر الحكومة العراقية الجديدة بقيادة محمد شياع السوداني، ولكنها تواجه الكثير من المآذق الداخلية والخارجية وعلى الصعيد الأمني والعسكري والاقتصادي إلى آخره من العقبات التي تواجه هذه الحكومة. فهل هذه الحكومة قادرة على تخطي كل هذه العقبات أو لا؟ كل هذا نناقشه مع الأستاذ مخلد حازم الضرب، الخبير الأمني والاستراتيجي عبر سكايب. أستاذ مخلد أهلا وسهلا بك وأسعد الله مساءك. أهلا ومرحبا بكم. أستاذ مخلد، هل تنجح حكومة لا يؤيدها مقتدى الصدر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولمشاهدين قناة التاسعة. يعني حقيقة هذه الحكومة لأول مرة تشكل في العراق بمعزل عن أحد أهم الأقطاب السياسية في العراق وهو التيار الصدري، حيث أن جميع الحكومات السابقة كانت تشكل من قبل التيار الصدري وكان لاعبا أساسيا وكان صانعا لرؤساء الملوك في العراق. بالتالي يعني اليوم الذهاب بهذا التشكيل بعيدا عن التيار الصدري أكيد سوف يعني يجانبه الكثير من المخاطر التي ممكن أن تحصل. بالتالي اليوم على السيد محمد الشياع السوداني أن يكون أكثر حنكة ودراية كيف يتعامل مع الشارع، كيف يتعامل مع طلبات السيد مقتدى صدر، وكيف يتعامل مع الكتل السياسية التقليدية التي أتت به إلى هذا المنصب. بوادر تشكيل هذه الحكومة نرى أنها بوادر غير إيجابية، عندما فرضت على رئيس الوزراء أسماء قد يكونوا أسماء مدورين، وزراء سابقا كانوا، أو أسماء عليهم بعض علامات الاستفهام. بالتالي هذه البادرة الأولى التي فرضت من قبل الكتل السياسية التقليدية أعطت إشارة سلبية عن قادم الأيام وماذا ستحاول هذه الكتل أن تعمل مع هذه التشكيلة الوزارية. بالتالي السيد محمد الشياع السوداني نعم هو ولد من رحم هذا الإطار التنسيقي، لكن كان دائما شخصية يعني لا غبار عليها حقيقة، ونحن أبناء هذا البلد ونعرف الشخصيات السياسية التي تسنمت مقاليد وزراء أو مقاليد مدراء عامين أو وكلاء. هذا الشخصية تدرج في مناصبه منذ أن كان في محافظة ميسان، وعندما تبوأ كثير من المناصب إلى أن وصل إلى منصب وزير وهو نائب في البرلمان العراقي. بالتالي